أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع أبي عبد الله محمد المطوع من الرياض، يقول: وصلنا من سفرنا إلى الرياض حين صلاة العشاء، فصلى بنا رجل وقصر الصلاة بحجة أننا لم نبلغ العمران فقصرنا معه، هل صلاتنا صحيحة؟ وهل يجوز الأخذ برخص السفر في مثل مطار الرياض لأهل الرياض؟ وهل ذلك يكون قبل سفرهم أو بعد رجوعهم؟ المسافر إذا خرج من البلد ووجبت عليه الصلاة بعد ما خرج من البلد يقصر، لا وجبت عليه الصلاة بعد ما خرج من البلد إنه يقصر، أما إذا وجبت عليه الصلاة وهو في البلد ثم خرج قبل أن يصلي فإنه يلزمه الإتمام لأنها وجبت عليه وهو مقيم وهو في البلد. وكذلك إذا قدم الإنسان من سفر فله القصر إلى أن يدخل في البلد، إلى أن يدخل داخل العمران، أما ما دام أنه لم يصل إلى عامر البلد ولم يدخل داخل العمران فإنه يكون مسافرا له القصر. المطار في نحو الرياض يعد كذلك؟ المطار يختلف، المطارات تختلف، ما كان من المطارات داخل البلد فهو من البلد لا يجوز القصر، وما كان من المطارات خارج البلد وخارج بنيان البلد فإنه في حكم الفضاء، حكم الخارج يقصر فيه. إذا كان بينه وبين البلد مسافة 10 كيلو مثلاً أو نحو ذلك، ما يشترط تحديد مسافة معينة، المهم أنه خارج البنيان، مستقل خارج البناء، منفصل.